الكلمة الصافية لما تطلع من القلب بتقرب قلوب من بعضها. الكلمة الصادقة اللي مليانة حب تقدر بيها تسعد الناس كلها. كلام من القلب، كلامنا شبك طبطبة. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. هحكي لكم حكاية صغنطوطة يمكن منا كتير عايشينها. كان يا مكان، كانت أجمل بنت يشوفها ومحدش أبدا في جمالها. كانت زي ملاك في فرحها، لكن طبعا بعد ولادة كتير وعيال واحدة بواحدة اتقلب الحال، وبقى كتير يجرح مشاعرها وبتخنها على طول يعيرها. وصلت إنه فكر يوم يتجوز غيرها. وقفت واقفة مع نفسها، جمعت إرادتها، قالت لازم تاخد الطار صح لكرامتها. بقى ده جزاءها لما اهتمت بيه وببيتها. قالت فعلا أنا أهملت في نفسي وشكلي، لازم أمنع أكل مضر وأوي عزيمتي. يوم ورا يوم رجعت زي زمان بالشكل ده، حافظت على بيتها وجوزها كمان. ما هو من حقه إنه يشوفها أجمل واحدة ما شافش في جمالها، وخصوصا إنه ما قدرش إنه يحب ويعشق غيرها. يمكن مشكلة بتقابل بيوت كتير جدا. قبل الجواز الاهتمام بالنفس زيادة، والقوام شكله جميل جدا. بعد بقى الجواز والخلفة والعيال والاهتمام البيت ومشاغل البيت ومشاكل الحياة، يبدأ الجسم يملى، يبدأ الاهتمام بالنفس يقل، وساعتها يحصل المشاكل اللي بتقابل بيوت كتير جدا. ازاي نقدر نهتم ونحافظ برشاقتنا بعد الجواز؟ ده كلامنا النهاردة إن شاء الله مع الأستاذة الدكتورة سمر العمريتي. وأكيد برحب بتصارات حضراتكم وأسئلتكم. تقدروا كمان تبعتوا لنا SMS على رقم 912-35. في انتظار حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. كلام من القلب، كلامنا شبه الطبطبة. كلام من القلب، كلامنا شبه الطبطبة. ازاي نهتم برشاقتنا وبجسمنا وبقوامنا بعد الجواز؟ ده هيكون كلامنا ان شاء الله النهارده مع الاستاذه الدكتوره سمر العمريتي. اكيد هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. تقدروا تبعتوا لنا SMS على رقم 912-35. دكتوره سمر، اهلا بيكي ومنوره. اهلا بيكي حبيبتي. يعني يمكن الكلام اللي قلته كله في الانترو هو اهتمام المراه بنفسها بعد الجواز، وانه القوام بيبقى كويس جدا قبل الجواز، لكن بعد الجواز بيبتدي الإهمال في الجسم وفي الصحة، بيبتدي شكل الجسم يختلف تماما وكأنها واحدة تانية. إيه اللي بيحصل؟ بيحصل إن إحنا عندنا مقولة خاطئة دايما بتقول أنا خلاص اتجوزت. أو معنى أصح، دايما بتبقى الست قبل الجواز مهتمية جدا بكل التفاصيل وبتحرم نفسها وعايزة جسمها يبقى كويس. وبيحصل بعد الجواز ان هما بيقعدوا في البيت كتير، فبيبتدوا ان هما ياكلوا كتير، يبتدوا العزومات، يبتدوا ان هي مش في دماغها. الحاجه التانية كمان لو حملت على طول. دايما بقول جمله بفضل الله، يعني اهم مكان ينزل في الجسم صحه وجمال. ايه بمعنى ايه؟ اي دهون في جسمك عايزه تنزليها انت حر، اي مكان عايزه تخسسيه انت حر، لكن ايه المكان بقى اللي هو الصحه والجمال؟ البطن. البطن. ليه الصحه والجمال؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الدهون الوحيدة اللي بتفرز هرمونات وبتأذيكي هي دهون البطن. وبعدين لما يكون حد عنده بطن بيأثر على ظهره، فبالتالي الألم بيبقى في ظهره، بالتالي الألم هينزل على رجليه. غير إن الست اللي ما عندهاش بطن وعندها وسط صغير، ده هو ده أصل الأنوثة أو أصل الجمال. تمام. بيجي بعد كده لو هي أساسا اتجوزت وهي عندها حتة دهنة كده لم، بيحصل إيه؟ لو عملتي كل حاجة وخدتي بالك من كل حاجة في الحمل، الحاجة الوحيدة اللي غصب عنك هتفتح منك البطن في التاسع. فبيحصل انها بيعمل ستريتشنج من الجلد بيتشد. طب البيبي جوه التاسع بتبقي كده، طب في حتة دهنة، يجي البيبي بعد ما ينزل الدهنة نزلت كده. طب لو هي اساسا بقى عندها دهنة محترمة، يبقى اول بعد التاسع تروح نازلة لتحت. فيحصل ان في ترهل لان الدهن واخد الجلد وراح نازل لتحت. لو هي كمان حملت على منظر البطن دي، هتلاقي ان البطن فرشت عرض وراحت نازله اكتر لتحت. اهم حاجه ان احنا مش عايزه دهنه في الحته اللي تحت دي. دلوقتي دايما مشاكل السمنه ومشاكل اللي هم بعد الزواج بيحصل ايه؟ بيحصل ان الجسم بيترهل، الجسم بيتخن، ستريتش مارك اللي هي العلامات البني، وبعد كده بتقلب بيضه اللي هي علامات التمدد. بعديها بيحصل ان الاماكن بتغمق. ليه الاماكن بتغمق؟ ما في احتكاك وفي عرق،
فبيحصل ان الاماكن بتغمق، بيحصل بعد كده انها بتقول ايه خلاص بقى ضربوا العور على عينه، ما هي بايظه بايظه، انا هاكل بقى هعمل ايه، ما انا هاكل بقى. تخلص فتره الحمل اللي هي الانطلاق، تيجي بعد كده اخش فتره الرضاعه، انا ما عنديش لبن، طب اعمل لازم ايه؟ اكل واكل حلويات، لا بقى حلاوه طحنيه بقى ومغات و... فتيجي بعد كده تبص تقول يا ربي انا اللبس ده كله اللي انا كنت جايباه مش عارفه البسه، انا بص لبسي بقى عامل ازاي. يجي حتى جوزها ومامتها، اكتر حد يزعل عليها مامتها، تقول لها يا بنتي ايه اللي جرالك، ويجي جوزها يقول لها مش انا اللي اتجوزتك. هتبتدي هنا تخش في اكتئاب. لو هي ما حدش خد بايديها وبسرعه هتروح داخله في حاله اكتئاب مش هيطلعها من غير الاكل، هتاكل زياده بالظبط وحلويات، وهتقول نفس الجمله اللي انت بتقولي ما خلاص يعني هي كده خربانه خربانه بالظبط. فدايما لما حد بيجيني كده ببتدي واحده واحده ان انا اغير ده. انت بتعملي كده لنفسك مش بتعملي كده لحد تاني، انت بتعملي كده صحه، بتعملي كده علشان انت حابه نفسك وعلشان صحتك. انا ما بعملش دايتات، بمعنى ان انا ما بكتبش اللي هو الدايت اللي هو نظام تحريمي نفسك من كل حاجه، لا لانها هتسيبني وهترجع لكل حاجه. لا احنا واحده واحده وبننزل، ودايما بسيطر على المكان اللي هو تعبها، المكان اللي احنا فيه بنعالج السمنه. لو انا هفت الدهون بس ابقى انا غلطان، لا انا عايزه افت الدهون وعايزه اشد جلد، عايزه اكسر، عايزه ان انا الدهنه ديت بفضل الله ان انا اشيلها وان انا انزلها. دايما اللي بيكسر الدهون لو هو مش طبيب بيعمل مشاكل كتيره. ليه بقى؟ انت بتكسري حجم دهون، مش طبيب امال هيبقى ايه؟ امال هيبقى ايه؟ مراكز. بصي ايه مشكله الدهون لما تيجي تكسريها؟ انها بتمشي في الجهاز الليمفاوي. طيب تعالي بقى كده على حد هو اساسا مش طبيب، على عيني وعلى راسي، بس هو مش طبيب، مش خريج طب بشري، ما يعرفش يعني ايه الجهاز الليمفاوي، ما يعرفش يعني ايه كميه دهون معينه هتنزلها على الجهاز الليمفاوي لو انت ما نشطهوش وما اديتش حاجه تشيل الدهن نفسه. في حاجات بندرسها في الطب، الحاجات دي لما تفتتي الدهن بتشيل، بتبقى اسمها فات كارير، يعني بتشيل الدهن، هي شكلها يعني شغلها ان هي بتشيل الدهون دي وتحرقها. لو انت ما عرفتيش بالظبط بتتعاملي ازاي مع الحاله، بعد الشر ممكن يجي لها جلطه. يا ساتر يا رب. طبعا. طب في حاجات معينه ممنوعه لناس معينه؟ طبعا. في انت دلوقتي الدكتوره بتقولي كذا وكذا وكذا وكذا، طبعا في جلسه بتتعمل دي وجلسه ما بتتعملش لده. حسب بقى ده بيعاني من بعض الامراض او لا، جسمه يستحمل السن، ما ينفعش. حرام. طب انا دلوقتي لا هخش وهشتغل، يبقى لازم تديهم حاجات معينه، ولازم اشترط انت هتعملي معايا عندي الجلسه دي يبقى لازم تاخدي ده. لازم ليه تاخدي ده؟ لان ده اللي هيشلك الدهون اللي هكسرها. لازم تشربي كميه ميه معينه، ان كل ما حجم الاجهزه كبر، مش كحجم كشكل، كقوه. كل ما فتت الدهن ايه اكتر. فكل ما هفت الدهن يبقى انا لازم احرق وبسرعه، ولازم يكون عندي بريكوشنز، وقايه ازاي ان انا ما اجيبلهاش حاجه وحشه. طيب خلينا ناخد التليفون ونكمل. مدام اشواق. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. والله انا عندي مشكله كبيره جدا في العمود الفقري، وعايز اخد راي الدكتوره سمر، ولو تسمح لي انا نفسي اروح العياده، لاني حاولت كتير جدا اروح العياده ومش عارفه اوصل لها خالص. طيب. انا عندي فضل. يعني انا استسمحها لان انا وضعي سيء جدا جدا جدا. طب قولي لنا بس خير في ايه؟ اتفضلي يا حبيبتي. انا عندي غضروفين في الاول والثاني والرابع والخامس. قطنيه؟ بعدين عندي تزحلق في فقره طلعت من العمود الفقري. فدلوقتي انا عندي رجلي اليمين الركبه ورمه جدا جدا، متضخمه بالايه، فمأثره عليا ما بقفش خالص. يعني اقف لمده 5 دقايق بعديها احس ان انا هقع على وشي. حبيبتي قولي لي، الركبه من قدام ورمه ولا من تحت الركبه؟ لا الورمه، الركبه نفسها طالعه منها حته كبيره كده. حضرتك مليانه؟ لا انا مش مليانه ولا انا رفيعه، يعني وزني عادي. طب في تنميل او حرقان بيجي في رجلك؟ انا برضو بميل للمليان يعني. حبيبتي في تنميل او حرقان بيجي في رجلك؟ رجلي ما بحسش بيها اصلا بقى، يعني لو مشيت 5 دقايق بالظبط يبقى حجمني عشان الاقي كرسي اقعد عليه. بتخونك يعني؟ بتخوني رجلي طبعا، دلوقتي ما بروحش الشغل ولا حاجه. حبيبتي بتسيطري على البول؟ ساعات وساعات. ساعات وساعات. طيب رجل واحده ولا رجلين اتنين؟
لا هي الرجل اليمين اكتر حاجه، بس لما بقف شويه 5 دقايق الرجلين بيخونوني. بيورموا من تحت؟ الرجل نفسها، لا رجلي نفسها خست من تحت، بس من عند الركبه بورك اليمين متضخم. خست؟ احمر خالص، لكن المشط نفسه خس. لكن خست. الورك اليمين متضخم. حضرتك من القاهره؟ اه ايوه حضرتك. طيب. بعدين انا سني 59 سنه. ربنا يديك الصحه يا رب، نديك الصحه والعافيه. اسمحك بس انا نفسي اجي لك العياده. يا رب يكتب لك الشفاء واكون سبب. الله يخليك يا حبيبتي. طيب تعالي لي. لا انت ممكن تجي لي امتى؟ تعالي يوم الاربعاء. طيب تجي لك الساعه كام؟ السؤال المعتاد اللي بساله لك كل مره، تجي لك الساعه كام؟ ممكن تيجي على الساعه 6. طيب يبقى ما دام عشوائي هتروحي للدكتوره سمر يوم الاربعاء الساعه 6. اعتقد ان هم سحبوا الخط في الكنترول، ممكن تدولها العنوان بقى. لان رجلي بتقول رجلي خست وبتورم مش حاسه بيها وبتخونها، ده معناها ان الغضروف ابتدى ايه يخش يقفل على العصب. ففي الحاله دي وعدم سيطره البول، ففي الحاله دي بخاف يحصل حاجه اسمها سقوط قدم. فيبقى لازم ده بفضل الله تدخل على طول، لا اما بعد كده هيبقى تدخل جراحي. فبعد الشر يا رب ما تعمل جراحه ابدا ان شاء الله ما تحتاجش لده. خلينا نقول اسئله من معانا عشان اسئلتنا كتير شويه. هو انا مش هقدر اقول رقم دكتوره سمر على الهوا، هي طالبه مني رقم حضرتك، بس هي بتقول رجلي وايدي اليمين بينملوا ورجلي اليمين ما بحسش بيها ورمت وعندها 28 سنه. رجليها ورمت ورجليها وايديها بينملوا ورجليها اليمين ما بتحسش بيها. انا مع الاسف مش هقدر بس اقول رقم التليفون، بس انا قلت رسالتك قوي يمكن تقدري تفيديها في حاجه. انا دايما عايزه العظام لما حد بيكلمني بيقول لي كده يقول لي يا جماعه في سكر او ضغط، يعني دايما انا بسال في اسئله معينه بسالها على الهواء. اللي بعت لنا دلوقتي رساله ولا في اي وقت لازم يكتب لي التفاصيل. في شلل اطفال، في سكر، في ضغط، في تنميل، في شد عضلي، في عدم تحكم في البول، كل الكلام ده، في الم في الكعب، عشان اعرف ان انا ارد بالظبط اقول ايه التشخيص بفضل الله. تمام. طيب ناخد ام كريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا استاذه لمياء؟ الحمد لله بخير. ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيكي يا حبيبتي. والله نفسي اتكلم مع حضرتك من زمان ومش عايزه اتصل بيكي خالص. الله يبارك لك يا رب، اتفضلي. انا عايزه اتصل لك. اتفضلي يا حبيبتي. شكرا يا دكتوره. لو سمحتي يا دكتوره، انا عندي اوريده كتيره في رجلي عامله لي الام مبرحه لدرجه ان انا ما بقدرش انام منها، وبيجيني طقطقه كده في رجلي الاثنين، واورده كتير. حتى بنتي كمان جالها في الرجل اليمين بردك اورده من ورا مخليه منظر رجلها وحش. يا حبيبتي. عندك كام سنه يا ام كريم؟ نعم. عندك كام سنه؟ انا عندي 57 سنه. 57. في سكر او ضغط؟ ايوه عندي ضغط، وباخد علاج للضغط اللي هو الشريط اللي هو اللي فيه 30 حبايه ده. في حرقان في رجلك؟ في حرقان في رجلك؟ لا ما بيجي، لا بيجي حرقان في ركبتي، وفي في ورم بسيط في ركبتي كده، في ورم بتيجي في في الركبه، عندي ركبتي فيها ورم، يعني فيها ورم طالع. عارفه يا حبيبتي. لا قولي لي حاجه ثانيه، لما بتنامي على جنبك وتحطي الركبتين على بعض في وجع؟ في وجع شديد، ما بقدرش احط الركبتين على بعض. طيب حاجه ثانيه يا قلبي، بصي بقى وانت معايا كده، انا عايزه الفخذ بتاعك بوسي بصبعك. انا عندي سؤال ثاني. اتفضل. عندي تنميل برضك في دراعي، واخد عضله رقبتي ومخليني نار قايده في رقبتي كل يوم مش قادره انام منها، وخدت علاج وما عملليش حاجه، وفي الصابعين اللي في النص بيفضلوا منملين لحد ما اقوم منه. طب يا حبيبه قلبي، طب هقول لك حاجه. ايوه يا فندم. اسم ام كريم؟ ام كريم. أيوة استاذنك يا حبيبتي، انا ربنا يكرم بفضل الله بعد الحلقه هسيب لك العلاج مع ندى. يعني اطلبينا حضرتك تاني بفضل الله. مكريمة لوبينا تاني ان شاء الله بعد الحلقة ما تخلص. ندى هتبقى دكتورة سمر سايبة لك العلاج معها ان شاء الله، وربنا يشفي بإذن الله. تحبي تقولي لها اي حاجة؟ بصي، هو دايما الانسان لما يكون عند واحدة لما تكون عندها دوالي، لما تيجي تبقى في وجع في رجليها تقول لك ده من الدوالي. سألتها سؤالين، السؤالين دول بعاد عن الدوالي، وهي جت بعد كده بفضل الله اكيد التشخيص ان هو كمان عندها التهاب اعصاب فوق، فهي بفضل الله هكتب لها العلاج وهتبقى زي الفل ان شاء الله بإذن الله. فرحها بعد العيد مبروك، عملت كرياتين وشعرها خفيف، عايزه حاجه تتقله
وعايزه حاجه لتفتيح البشره. تفتيح البشره علشان اشتغل تفتيح بشره يعني بشره خارجيه او ولا بشره الجسم كله وات ايفر، الاثنين انا بشتغل الاول من جوه. انت عارفه اساسا ان نظام الديتوكس لما اجي اعمل ديتوكس للجسم، ديتوكس يعني ايه؟ يعني انا بشيل منه كل الشوارد الحره الناتجه عن التلوث وعن العصبيه وعن الدواء وعن الاسترس اللي هي اخر حاجه ليها، اخر رفلي ليها ايه؟ ان الجلد بتاعنا يغمق. كلمه ديتوكس اللي احنا بنعملها دي بفضل الله، سواء بالاكل وبالشرب وبحقن جلوتاثيون وباعشاب معينه بديها دي، بس اعشاب كبسولات مش اعشاب يعني اعشاب طبيه بفضل الله. دي الحاجات دي اللي بكتبها دي بتعمل ايه؟ بتشيل سموم الجسم، فبالتالي لما اجي اعمل لها اي رتوش او هي تعمل اي رتوش على البشره هتجيب نتيجه. لكن الناس فاهمه مش فاهمه النقطه دي، اعملي ديتوكس لجسمك. هتقولي لي يا دكتوره اعمل الديتوكس ازاي؟ في ديتوكس مع طبيب وفي ديتوكس تعمليه لوحدك. الديتوكس اللي تعمليه لوحدك ده اسلوب حياه يعني هيجيب لك نتيجه 2 3 4 شهور 5 شهور بس ما تزوديش. لكن الناس اللي واقعه اللي هم بياخدوا ادويه كتير، اللي هم عصبيين قوي، اللي هم بينسوا، اللي هم مغمقوا، اللي هم مش حاسين بقوه، لا، يبقى انا لازم تروحي عشان بفضل الله اكتب لك الكورس المعين اللي بيها اشفط اثار الاكسده، فلما تيجي تاخدي الحاجات الطبيعيه. من اهم الحاجات اللي هتشيل الاكسده اللي موجوده في الجسم في الاكل عندنا، ان احنا دايما يا جماعه نخلي جسمنا ناحيه القلوي مش الحمضي. انا قلتها قبل كده دي، بص واحده تيجي تقول لي النبي يا دكتوره انا فاهمه قلوي وحمضي ديت، قول لنا ناكل ايه وخلاص. لما نيجي ناكل، اولا اللحوم بتحسس بالهمدان. طيب انا اكل مع اللحوم ايه؟ اعملي يا كوبايه ليمون يا كوبايه طماطم. طيب ايه المشروب اللي انا اخده على طول؟ اولا عصير التفاح، التفاح الكرفس، السبانخ، الجزر، تفاح والعصير بتاعه طبعا كرفس. يعني انا دلوقتي ممكن اكل اكله يا وراها معها ليمون يا معاها برتقان. دكتوره انت بتقولي انك عايزاكي قلوي، ازاي ده البرتقان والليمون ده حمضي؟ حمضي يتحول الى قلوي، فمالكيش دعوه. لما اجي اكل انا عندي مثلا واحده تقول لك مثلا اصل احنا داخلين بقى على رمضان بقى واللحمه والبط والحاجات اللي احنا بناكلها دي، نعمل ايه علشان نشيلها؟ علشان ما تقوميش من على السفره مش قادره تقومي. هل في حاجات بقى قبل مشروبات قبل الاكل، قبل ما ندخل على الاكل الوليمه؟ قبل احنا لازم اقول هننبه المعده. الحاجه اللي بقولها ان احنا لازم مع الوجبه دي الدسمه كرز وكذا لازم يكون معنا بفضل الله يا ليمون يا طماطم، عصير طماطم يا عصير ليمون يا عصير تفاح يا عصير جزر يا كرفس وبقدونس. عايزه مشروب السبانخ والكرفس ونعصر عليه ليمون دوت، يبقى حاجه يوميه عند اي ست عايزه تتمتع بالصحه الجيده. يعمل ايه؟ اولا بيحول يعني بيعدل الميديا، بيعدل المناخ بتاع الدم. فبيخلي الدم بتاعك نفسه مناخه غير قابل للجراثيم، غير قابل ان هو يلقط الامراض. فانت هتعملي ايه؟ انت دلوقتي بتحافظي على الدم من جوه ان هو يكون غير قابل انه يلقط امراض. يعني ايه رؤيه امراض؟ يعني انا مثلا دلوقتي واحده قاعدين في مكان، واحده عندها تقول لك كلنا نفس الاكله ده جالها تسمم وده لا. قاعدين في نفس المكان، ده لقط او راحوا يعملوا عمره، ده لقط انفلونزا الخنازير، واللي معاه في نفس الاوضه ما لقطش. ما لقطش. طيب يا جماعه مناعته اعلى. اللي لقط بالظبط، اللي لقط انفلونزا الخنازير ده ممكن يكون صحيا لمن بره احسن من التاني. لكن ايه اللي بيحصل له؟ بيحصل ان الناس مش شايفه الفري راديكلز، الشوارد الحره. الناس بتقول ان هو اللي واقف كويس اللي عنده صحه ده صحته حلوه، انت مش عارف ايه اللي جوه. ايه علامه ان انت مناعتك وحشه وان انت دمك حمضي مش قلوي؟ ان انت بتلقط الفيروس بسرعه، ان انت بتحس بالانهاك بسرعه، انك انت حاسس انك كبرت. نعملها ازاي؟ اكل او طبيب. مش او في مراحل لازم نخش لها بطبيب وفي مراحل لازم نبتدي بالاكل، نمشي بقى بالاكل. يعني هديك مثال، انا عايزه مثلا نعود بدل ما احنا نقول للاولاد مثلا احنا كوبايه اللي هو الكولا دي المهم اي المشروبات الحاجات بتاعة دي خلاص. لا، زي ما هجيب لك الوجبه اللي انت عايزها، زي ما هديك اللي انت عايزه، ما خرج هتشرب لي الكوبايه دي. اول مره هيقول لك بطني بتوجعني، ثاني مره هيقول لك ريحتها وحشه، ثالث مره هيقول لك هرجع، رابع مره هيتعود عليها. هيتعود عليها. يبقى كل واحده بفضل الله هتجيب شويه سبانخ مع شويه كرفس، هتضربهم وتروح عصر عليهم ليمون وتروح شارباهم، زهقت هتحط جزر على برتقال، زهقت هتشرب تفاح وتاكل تفاح. يبقى اي وجبه تقيله لازم نخلي وراها الحاجات دي،
طب انا مش هاكل وجبه تقيله، برضو اشربي من الحاجات دي. ليه؟ علشان دايما تخلي دمك ناحيه الصحه مش ناحيه المرض. تمام. طب هي كانت بتسال على موضوع الشعر، بس خلينا ناخد التليفون. ام كامل، طب حاولي تكلمي لها مره ثانيه. ايه الشعر؟ عايزه حاجه، هي عملت كرياتين وشعرها خفيف جدا، عايزه حاجه تقله. علشان اتقل الشعر، دي كانت الحلقه اللي فاتت صح؟ كان شعر صح؟ عشان اتقل الشعر هقولها تاني. انا عندي دلوقتي الشعر ده زرع، فما ينفعش ان انا اعتني بالزرع ارشه بس، يبقى انا هعتني بيه من جوه وهحافظ عليه من بره. البصيله نفسها بتبقى ضعيفه، فممكن واحده تيجي تقول لك وانا شعري بيقع بالبتاع البيضه اللي هي جذر الشعرايه. انا عايزه اعمل ايه؟ عايزه اوصل الدم اللي موجود في الجسم اللي هو حامل للفيتامينز لفروه الراس. ممكن واحده تيجي تقول لي بقى احنا عملنا ايه؟ خدت كل الفيتامينات وعملت كل الشرب، بشرب اكل صحي وكل ده وما عنديش انيميا، وباخد كل حاجه للشعر وبرده شعري بيقع. ليه؟ لان الدم ما بيوصلش لفروه الراس كويس. كل اللي بنعمله ان احنا يا اما بنعمل، ممكن ان احنا نعمل اللي هي، انا ما بحبش اطلق كلمه الميزوثيرابي، انا مش بستخدم ميزوثيرابي، انا بنستخدم حاجه اسمها بولي فيتامينز. يعني ايه؟ فيتامينات مخصوصه للبصيله دي. مجرد ما انت هتزودي الدم اللي واصل ليها، طب ازود الدم اللي واصل ليها ازاي؟ في بعض الحاجات نازله اللي هي الليزر، بس الليزر البارد اللي هو الليزر اللي هو ما بيديش حراره. هو كل اللي بيعمله ان هو بيزود الدوره الدمويه بشكل فظيع في فروه الراس، بيقعد تلت ساعه. فبيعمل ايه؟ بيخلي الدم يتدفق لفروه الراس بطريقه رهيبه. طب ايه البديل للليزر ده؟ ما انت خلي بالك بنعمل ايه؟ انا بحقن وبعد مش بحقن، بحط حاجات معينه في جهاز معين وبعد كده بحط ده. ايه البديل؟ ان انا اخد الجلسه دي بتلت ساعه بس. انك انت قلتها قبل كده، فاكره لما قلت لك احنا بنيجي نسجد؟ لو احنا حطينا ده هنا، غير ان هي الطاقه السلبيه بتروح وغير ده كله، كانك قعدتي تعملي 10 دقائق تدليك لفروه الراس والجيوب الانفيه. فاحنا هنيجي لما نيجي نطول شويه، نقعد كده في الارض كده شويه، هتلاقي الدم بيتدفق. لو في فراغات لازم تدخل. سبحان الله. طيب ناخد مدام عبير. ايوه السلام عليكم. اتفضلي، اهلا بيكي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتوره لو سمحتي؟ اتفضلي، هستأذنك بس توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون. ماشي حضرتك. لو سمحتي. اتفضلي. ايوه سمحتي يا دكتور، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. انا بس بشتكي جدا الوقت من رقبتي وذراعي اليمين حرقان جامد فيهم. عندك سكر؟ لا لا الحمد لله. ما عندك ايه؟ رقبتك وذراعك اليمين. حبيبتي عبير بتقدري ترفعيه لفوق؟ ممكن ارفعه بس بيتعبني دلوقتي. بيتعبك لو انت فتحتيه شويه؟ لو مسكت التليفون بايدك بتنمل؟ ايوه انا صوابعي صابعين الاثنين بينملوا دلوقتي. حبيبتي قولي لي، بيجي لك صداع؟ دايما. على فكره حضرتك الصداع عندي، كنت دايما بشتكي من التهاب في الاعصاب. لا عندك صداع؟ ايوه ايوه بيجي لي صداع. طب قولي لي يا حبيبتي، انت بتقومي من النوم ايديكي منمله؟ بتبقى ورمه؟ لا حضرتك، بس هما الصابعين الاثنين منملين، ممكن بالنهار برضو بالنهار. أيوة. خلاص هقول لك دلوقتي حاولي تعملي ايه باذن الله. بس هو الوقت على طول. بس حضرتك بشتكي برضو من عندي فقرتين خمسة وستة ضغطنا على البعض، اللي هما بيقول لي عندك نسبة غضروف. ده بتشتكي من الغضروف؟ لا قولي لي الشكوى، ما تقوليش تشخيص. ايه الشكوى بتاعتك؟ ماشي يا حبيبتي، قولي الخمسة والستة ضغطين على لا بعض. قولي انت الخمسة والستة مأثرة عليكي في ايه؟ انا ظهري بيوجعني من الاخر خالص، من تحت حرقان برضه وبيوجعني. عبير انت مليانة؟ الوقت ايه؟ مليانة؟ عندك بطن يعني؟ لا الوقت يعتبر طلعت لي بطن. صح؟ قريب خالص بطن، من قريب ليا بطن ممكن. حبيبتي قولي رجلك بتحرقك او بتوجعك او فيها تنميل او حاجة؟ لا حضرتك دراعي، هو الوقت الشكوى اكتر من دراعك واخر ظهرك. حاضر. ايوه دراعي ورقبتي بس. حاضر. بس انا عايزه اقول لحضرتك حاجه يا دكتوره، انا عايزه اجيلك لو سمحتي. حاضر يا قلبي. طيب تبين ايه مدام عبير؟ بصي، هو بفضل الله ربنا يرزق، بفضل الله العلاج سهل، بس هو الفكره ايه؟ ان المرض مقرف. يعني هي دلوقتي متعب. لا يعني هي قايمه من النوم دايما عندها صداع ومش عارفه من ايه. رقبتها بتوجعها، ايديها منمله، ظهرها بيوجعها، واضح انها صغيره في السن.
احنا هننزل هنجيب باسط عضلات، هنقول له كده الراجل الصيدلي انا عايز الباسط العضلات اللي ما بيشتغلش عن طريق المخ، اللي ما بينيمش، خلاص هناخده مره الصبح ومره بالليل، وحاجه مضاده للالتهاب بعد الغداء، وفيتامين ب كل يوم، وهنجيب زيت زيتون وهندهنه يوميا في الحته دي، شايفها دي من ورا خالص الشعر، اخر الاخر الشعر، من هنا اخر الرقبه، من فوق خالص يعني منبت الشعر منها، وندهنه على الرقبه خالص، وندهنه على الدراع وعلى الايد وعلى اخر الظهر. يوميا هتعمل كده قبل ما تنام، وتجيب قربه سخنه هتحطها على الرقبه الناحيه اللي هي بتوجعها وعلى اخر ظهرها، وتاخد فيتامين ب مركب قرص مرتين في اليوم، وب 12 حقنه مره في الاسبوع. لو مشيت على دوت لمده 21 يوم هي هتخف بفضل الله قبل ما تمر الاسبوع ان شاء الله، بس استمر عليه 21 يوم. تمام. طيب ناخد نورهان. نورهان سلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي اهلا بيكي. اهلا. انا سمعت كنت عايزه اسال الدكتوره، انا عندي 22 سنه وجهي كان عندي حبوب صغيره، ولما رحت للدكتور قال ان دي مش حبوب، ده مش حبة شباب، دي التهابات وبثور سودا وبيضه. وبعد كده اداني علاج، وانا بستخدم علاج ظهر لي بقى الحبوب في اماكن ثانيه، يعني عند دقني ورقبتي كتير جدا جنب بعض حمر، مع اني اصلا ما كانش عندي حبوب هنا، وزادت بقى قوي في وشي، والحبوب اللي كانت موجوده اساسا كترت. علاج ايه ده؟ ما اعرفش، مع اني اصلا يعني الاماكن الحبوب اللي ظهرت لي جديده ما كنتش بحط اصلا في الاماكن دي، يعني ما كنتش بحط في دقني ورقبتي، كنت بحط على. انت الدوره متلخبطه يا نورهان؟ لا لا مظبوطه. مظبوطه؟ بيجي بتجيلك بألم؟ لا عادي يعني. حاجه عاديه. طب انا تخينة كمان يا دكتوره شويه، انا 80 كيلو وانا بتخن من الجزء اللي فوق بس، من بطني ودراعي، انما يعني من تحت كويسه، وعندي اللي هي الجناب اللي في ظهري من ورا دي. نورهان حبيبتي قولي لي، هو اللي الحبوب ظهرت في وشك وفي رقبتك في اماكن تانية ولا وشك ورقبتك بس؟ لا في وشي ورقبتي بس، وظهرت كتير جدا لدرجه ان انا ما بقتش عايزه انزل اصلا من البيت بسبب ان وشي بقى شكله وحش جدا. وشك ايه ماما؟ بقى شكله وحش. طيب حاضر يا قلبي. قولي لي في حاجات حمراء فيه؟ بتاكلك؟ عامله كده كان في ناموس قريتني او حاجه وكلها محمره. بتاكلك؟ جدا. انت وشك بيحمر في الشمس او المطبخ؟ لا مش قوي يعني، مش جامد. شعرك بيقع من قدام؟ لا بس انا من سنه كنت عامله فرد وكان شعري وقع يعني. لا وقع بسبب الفرد، لكن هو بيقع؟ لا 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 ما بيقعش. حاضر. وانا ليه دكتوره حلي لي مشكلتي عشان ما بقتش انزل من البيت بسبب كده. حاضر يعني. طيب تبعينا يا نورهان. ما فيش علاج نحطه على الوش يطلع حبوب في الرقبه، الا بقى لو كان مدها ما ده مش عارف هرمونات مش عارف، وممكن يكون مش بسبب العلاج اساسا. بتقول لك انا باخد العلاج حصل لي كذا، او ممكن يكون صدفه، لكن اصله ايه علاقه هنا بهنا مش عارف، ممكن يكون صدفه بس كده. بالظبط. ما في يعني، بس هو يعني هلا هقوله لها، همليها دلوقتي شويه فيتامينات هتاخدهم وهي من اسكندريه. هقول لها حبيبتي بس انا لازم عايزه اشوفها. ليه بقى؟ لان لما بيحصل حاجه زي كده وهو قاعده في البيت هيضطر بعد ما يطلع الحبوب انها هتسيب حفر وهتسيب اماكن، فانا مش عايزه ده يحصل. لاني الاول احنا بنعمل بعمل جلسه بفضل الله ان انا بيها اشيل الحبوب في جلسه واحده. وفي جلسات تانية للحبوب اللي هي الجامده لا دي ممكن انا اشيل بيها كل تجي لي مثلا كل شهر تعمل جلسه. وفي جلسه حبوب مره واحده في العمر بتروح خالص من اي مكان. بس واضح ان هي عندها مشكله من جوه. يعني انا ممكن اقول لها تعالي على طول على التجميل يعمل لك جلسه وخلاص، لا واضح ان في مشكله. ليه؟ عشان هو يطلع بالطريقه انه يقعدها في البيت. مبدئيا خالص على بال ما ربنا يكرم بفضل الله وتجيني، اول حاجه هناخدها فيتامين ه، ه اللي هو اي، وهناخد زنك. الزنك اللي هو فيه فيتامين الف معاه اللي هو الرخيص مش الغالي البرطمان الصغير. وهناخد زيت زهره الربيع، وهناخد اوميجا 3 بلس، اوميجا اي اوميجا يعني. وهتشرب لي 3 لتر ميه في اليوم. وهتشرب اللي هي الاشربات اللي انا قلتها دي النهارده عشان نغسل السموم اللي من جوه. ويا ريت اول ما هتيجي حتى ما تكلموا في العياده تقول لهم كده، تقول لهم انا اللي كلمتها على الهواء اللي عايزه اعمل كذا كذا. قبل ما تخش لي بفضل الله هديها، لو قبل ما نعمل حاجه على الوش هديها نظام الديتوكس ان انا اشيل بيها السموم اللي من الجسم. السموم اللي موجوده اللي ما ينفعش 22 سنه يجرى لها كده. تمام. طيب بتقول مامتها عندها غضروف من 4 سنين وغلبت عند الدكاتره واثر على رجليها اليمين والمفصل اليمين ومش قادره تمشي عليها خالص. بس عرق النسا.
غضروف ورجلين يمين. عرق الناس ده انت ممكن تجاوبي لهم على الصفحه؟ لا جاوبي لهم انت هنا على الهوا. انا ما هنا ما اعرفش اقول دواء. هجاوب ازاي؟ طب قولي لي حتى الاسم العلمي بتاع يعني تقول ايه؟ طب اعمل ايه؟ طيب طيب انت بتحزنيني. طب اعمل ايه؟ طيب طيب مش كاتبه اسمها؟ طيب لا لا لا. عموما اي حد يا جماعه دلوقتي انا بس عشان نشوف او انا لما جيت قلت البسوا حزام انا مش لازم الحزام اللي فيه دعامات عايزه بس اللي هو الحزام بس او ملايه ان احنا نربط بيها. انا هقول لك على حاجه حلوه ما تقوليش اسامي الادويه بس قولي لها تقدر تعمل ايه يعني يوصفي لها اللي انت حابه ان انت تقولي لها تعمله ونخلي الاعداد ان شاء الله بعد الهوا يكلمك يديكي الدواء من رقم التليفون اللي هي بعتها. خلاص من. باذن الله حبيبتي. في حاجات بتشيل الالتهاب بمعنى ايه؟ يعني ربنا رزقنا بحاجات هي مضاده للالتهاب طبيعي احنا قلنا منها المره اللي فاتت زيت الزيتون. ان هو بيحتوي على ايبوبروفين فهو بيشيل الالتهاب. انا عايزه حاجه مضاده للالتهاب بس ما ناخدهاش لمده 3 4 ايام. لا اي حاجه مضاده للالتهاب لازم تتاخد في فتره لا تقل عن 15 يوم. الحاجه الثانيه انها تلبس حزام علشان تشيل حمل البطن. الحزام ما بيتلبسش زي الكرسي يعني انا مش بقفل عليه من فوق انا عايزه انزله كده وانزله من تحت. الحاجه الثالثه انها هتمشي بفيتامين بي وهتمشي بماده اللي هي الماده بتاعه الام اس ام اللي بتقوي العضلات. فيتامين بي ضروري جدا يا جماعه للاعصاب ضروري جدا. الناس اللي بيشتكوا من الم في ركبتهم من ورم في ركبتهم احنا ممكن انا بنقوي العضلات بفضل الله وممكن احنا بنلبس اللي هو الرباط الضغط او بنجيب ركبه طويله من نص الفخذ لنص السمانه عشان تمسك الجزء ده عشان امسك العضله عشان الركبه عندي ما تورمش. لما جينا اتكلمنا المره اللي فاتت فاكره على زيت الزيتون وقلنا ان هو بيشيل الالتهابات. في حاجه تانية عايزه اقولها النهارده ودي خاصه لمرضى السكر برضو بزيت الزيتون بس باوراق زيت الزيتون. ربنا سبحانه وتعالى دي متاحه؟ اه من عند العطار. ربنا سبحانه وتعالى حط في زيت الزيتون ده حاجات كتير قوي فوائد. ده بصي ده موزي الميك اب وبينور وبيشيل لو حطيتي عليه خلي يشيل الكوليسترول اللي في الدم لو استمر بلدوزر الشرايين. لو عملتيه او غليتي الورق بتاعه يعني هنجيب مثلا كبشه ورق زيت زيتون ونحطه في لتر ميه ونسيبه يغلي وبعد كده نقعد نقلبه كده 3 دقائق ونسيبه يبرد وبعد كده نصفيه ونحطه في الثلاجه ونشرب كل يوم فنجان قبل الفطار وقبل العشاء بيظبط بفضل الله السكر. دوت للناس دايما اللي هم عندهم عايزين يظبطوا السكر او عايزين ما يجولهمش سكر او هم عندهم السكر بياخدوا له انسولين وكده بس مش مظبط معاهم. لو عملوا كده بفضل الله هيلاقي زي الفل. دايما مريض السكر مصاحب للكوليسترول فاحنا هناخد الفنجان الصبح وفنجان بالليل وهناخد اللي هي معلقتين زيت زيتون على نقطتين خل ناخدهم بعد الغداء يبقى احنا كده بفضل الله ظبطنا نسبه السكر وظبطنا بلدوزر الشرايين اللي هو دهون اللي في الشرايين. تمام مدام دعاء. الو مدام دعاء السلام عليكم. طيب حاولي تكلمينا مره ثانيه. بتقول اسالني بالنسبه لبتاعه الحبوب اهم حاجه للحبوب على بال ما تروحي لاي حد انك انت تغسليها كويس وتقفلي المسام كويس ما نسيبش المسام مفندقه ونغسلها كويس. هتتغسل عايزه اغسلها بحاجه ما تسببش الجفاف وفي نفس الوقت مطهره تشيل الجراثيم. انا قلت قبل كده ان فاكره الحل اللي فات اللي في الصابونه المصري في صابونه مصري يا جماعه وتمنى 16 جنيه موجوده دي ممكن تغسلي بيها وشك صبح وبالليل وممكن تستحمي بيها لان هي بتقتل الجراثيم وما بتسببش الجفاف ومش مكلفه ولا حاجه. مكلفه سنها 32 سنه وزنها 84 عايزه حاجه تنزل البطن وسمنه جسمها معقوله. يمكن ده في صميم اللي احنا كنا بنتكلم عليه في بدايه الحلقه. علشان انزل البطن في طريقتين. الطريقه انا دلوقتي اديتك دايت او انت خدتي دايت او واتيفر عملتي دايت هتلاقي وشك وهنا تخسوا وتحت ما بيخسش. لما بيكون عندي حد جاي المكان واحد بس وهو رفيع بس عنده المكان ده ده بدخله على طول ده ما عنديش ما في مشاكل خصوصا في السن الصغير بفضل الله. يعني بصي مثلا قولي 6 جلسات وبتبقى خلاص راحت. لكن لما بيجيني حد عنده اوريدي مشاكل ما عندهاش عضلات ما عندهاش قوه ما انا لازم اقوي لها عضلاتها ولازم امشي لها ستيب باي ستيب. انا عايزه اعرف لغايه لما بصي لما جيت عشان اشوف ايه يعني حتى لو اي حد عنده يشوف جنبه الجهاز الاجهزه دي لان هي فعلا كويسه اللي هي الحاجات عارفه اللي هي بتجمد الدهون نازل دلوقتي اجهزه حلوه قوي يعني اللي هما بديل العمليات بس من غير عمليه بس ده عند الدكاتره مش كده؟ لازم عند الدكاتره
يعني ينفعش هي تجيبها وتعمل الكلام ده؟ لا طبعا، لا لا ده جهاز غالي. غير كده كمان انا بقول عند دكاتره ليه، مش بهزر والله، انا بشوف مصايف الحاجات دي، لانك انت ده جهاز بديل عمليه. فايه اللي بيحصل؟ ان هو بيجمد الدهن، بعد ما بيجمد الدهن انت بتخشي بمرحله تانية انك بتغيري المناخ بتاع الخلايا الدهنيه عشان تسمح بعد كده انها تفتح لك معاه فتحات. تخشي بعد كده بحاجه تروحي مكسره الدهن اللي جمدتيه، تخشي بعد كده بحاجه ان هي تروح عصر الخليه الدهنيه فتروح منزله الدهن وتبقى كده حرقاه. فالكل ديت الاسكس بتاعها يقول لك ان لازم طبيب يكون مسؤول عن الحاله، انك داخله في بديل عمليه انك تجمدي دهون. اصل مشاكل فكره الدهون وشفط الدهون والمشاكل الحاجات اللي بتعمل في، لا انا بتكلم على بشكل عام يعني بتعمل مشاكل كتير جدا واحيانا بتسبب وفاه. طيب ايه؟ لا لا بصي دي العمليه، لانك انت عارفه ليه بتسبب كده حبيبتي؟ لان هما بيشفطوا اكتر من اللازم. فاللي بيحصل ان الدهن ما بيطلعش لحاله، الدهن بيطلع مع ايه؟ مع دم، مع صوديوم، مع بوتاسيوم، بيعمل حاجه اسمها الكترولايت امبالانس، يعني بيحصل ان الالكترولايت الصوديوم والبوتاسيوم والحاجات دي كلها بتختل في الجسم. وممكن يحصل لها انيميا حاده وممكن يحصل لها كده، فلازم كل ده يتعالج لو احنا ظبطنا اكلنا بشكل سليم وكلنا ما هو وجبات. بس هو احيانا بيبقى في حالات غصب عنها. غصب عنها طبعا. مدام دعاء، مدام فاطمه، مدام فاطمه السلام عليكم. طب حاولي تكلمينا مره ثانيه. مشكله في التليفون ده، ثالث تليفون صح؟ احنا بس عشان بنتاخر في الرد شويه. طيب هي بتقول بنتي عندها 16 سنة على طول بطنها بتوجعها، كشفت أكتر من مرة وبيقولوا لها ده قولون عصبي. تعمل إيه؟ أو تاخد، إحنا كنا قلنا قبل كده حاجات على القولون. بصي هو 16 سنة قولون عصبي، طبيعي معها إمساك، معها إسهال. ما بتقول بطنها بتوجعها بس. بيجي لها حموضة. معرفش. ما هو بصي ما هو خلي بالك ما هو عشان ما ألخبطش. يعني هو دايما ايه يا جماعه، بصوا انا دلوقتي عندي المكان ده، يقول لك واحد تيجي تقول لك انا بطني بتوجعني، بطنك دي فين؟ هنا في فم المعده. طب بطنك دي يمين؟ طب بطنك دي شمال؟ طب بطنك دي من بطنك ايه؟ ف يعني لازم اعرف ايه هي. ممكن البنت يكون عندها بتاكل اللي هو الحاجات اللي هي زي الشيبسي والبيبي الحاجات دي كلها، فبتعمل لها حموضه. فتيجي تقول لك انا بطني بتوجعني ومش قادره اكل، وبعد الاكل بتقفش عليا. كلمه بتقفش عليا دي معده. طيب المرحلة الثانية تقول لك لما اجي انام احس في مية نار طالعة هنا. واحدة ثانية تيجي تقول انا دايما بسأل سؤال للأمراض المناعية، عندكم شرقة؟ ساعات الحمض لما بيطلع هنا بيعمل شرقة هنا. المكان دوت ربنا سبحانه وتعالى اللي هو اللي فوق ده ربنا جعله غير مناسب للحمض بتاع المعدة. مناسب بس للمعدة ان ربنا سبحانه وتعالى بطلنا المعدة من جوه، فهي تحتمل هذا الحمض. حمض ايه؟ HCL ده رهيب عشان يهضم، فهو ما بياكلش المعده مع ان المعده لحمه. عشان ربنا سبحانه وتعالى عامل له بطانه جواه. طب لو الحمض دوت طلع فوق يحصل ايه؟ المكان دوت غير مهيئ زي المعده، فتحسي بميه نار هنا دوت ارتجاع. وهيحصل دايما لما بنيجي ناكل، لما ناكل والنام. حاجات فيها سبايسي وحاجات او ننام بعد الاكل على طول بيحصل ارتجاع. ممكن تاني يكون حبيبتي عندها قولون. القولون ده نوعين، يا اما قولون عصبي ناتج عن العصبيه، يا اما قولون ناتج عن الاكل، يا اما الحمد لله قولون ناتج عن الاثنين، يا اما عندي عسر هضم. اعرف في امساك، في اسهال، في غازات. طيب انا دلوقتي لما اجي اتكلم في كل ده هقول ايه؟ لو هكتب روشته هكتب روشته كامله عشان اغطي اغطيها خالص من كل ده. طيب لو انا هقول مجرد كده وصفات، هقول ان اي حد بطنه بتوجعه عليه انه ياخد العسل، عسل ابيض. عسل ابيض. طب انا ما اقدرش، انا بجزع، طب انا عايزه بطني ما توجعنيش وعايزه في نفس الوقت المناعه تزيد، اخد ميه دافيه عليها معلقه عسل. بمعنى الميه قلت قبل كده ميه بفضل الله بتاخد صفات الماده اللي احنا حاطينها جواها. فانت لما حطي العسل على الميه الصفات دي كلها بتعلى، فكانك خدتي كوبايه عسل. اوكي، دي هناخد كوبايه ميه دافيه مع معلقه عسل كل يوم على الريق ونفطر بعد كده عادي. بالنسبه للقولون، لو هي عندها غازات تشرب اللي هو مشروب، وبعدين يقول لك انا طفله، هو ده بيعمل كده. الكراويه. الكراويه من اكتر الحاجات اللي بتهدي القولون. القولون. وصح ولا لا؟ احنا مش قلنا لعيبه مديهم كراويه؟ صح. تاخد الكراويه دي 3 مرات
يا اما يعني ده البديل اللي هو غير الدوائي عشان بفضل وده متاح وموجود في البيت عشان لو بتزهق من الادويه الحافظه بقى والحاجات دي يعني اللي ايه الحاجات اللي بتزود وبتعمل مشاكل في القول. مدام نوها، مدام نوها سلام عليكم. طب حاولي تكلمينا مره ثانيه، ما اعرفش ايه بقى المشكله. عملت عمليه في العمود الفقري وحصل شلل نصفي بقى اكتر من 3 سنين، وراحت لدكاتره قالوا لها ان في كدمه في النخاع الشوكي. ايه طب هي ما بتحسش بالرجل؟ ما فيش بقى ما تفاصيل مش هعرفها طبعا. وفي ورم. ورم فين؟ في رجليها اكيد، من بعض مضاعفات العمليه انه بيحصل ده. ورم؟ لا، كدمه. كدمه بتاثر على العصب. طب بقى لها 3 سنين. ما هو الحاجه الثانيه ان ساعات وانا بشيل الغضروف او بعمل عمليه في جسم بيتكون جوه الجسم ده، احنا بنطلق عليه كيلويد. الكيلويد ده بيبقى اقوى من الغضروف. يعني دي مش غلطه جراح، ده من الحاجات اللي هي المضاعفات اللي مكتوبه في الكتب للعمليات دي. عشان كده دايما بقول يا جماعه احنا مش عايزين نلجا لها غير في الشديد الاول. طيب الفكره في ايه؟ انا دلوقتي لما ده بيطلع على العصب هو بقى اقوى من الغضروف. فهو يعني هو الراجل اكيد دكتور عارف ان هو جالها ده، فخاف ان هو يخش لها تاني بعمليه تاني. طيب ايه موضوع بقى القهوه الخضراء؟ خلاص ايه موضوع القهوه الخضراء؟ القهوه من اكتر الحاجات اللي بتعمل بتعمل مضادات اكسده، انا بحبها جدا عموما يعني كسمر يعني. حتى القهوه بتاعتنا التركي، بس القهوه الخضراء بيبقى تحتوي على مضادات اكسده اكتر. حلوه يعني ايه؟ حلوه يعني تاخدي لك منها فنجان في اليوم. بس لما اجي اقول بقى القهوه الخضراء بتخسس، القهوه الخضراء حلوه للصحه، هاجي اقول لك لو زودتي منها ضربات قلبك هتزيد، العصبيه هتزيد، الضغط العالي هيزيد. بس هي بتشتغل يعني ما بتشتغل على المخ؟ منبهات كافيين. اي قهوه بتشتغل فيها كافيين فبتشتغل على المخ. ففي بعض الناس بيقول لك انا خدت الحاجه المستخلص من القهوه كويس وعملتها ديكافينيتد. لكن انا بقول لك لا، يعني هي كويسه جدا القهوه الخضراء، انا مش ضدها، انا معاها وانا بحبها، بس فنجان في اليوم. تمام. مدام سناء. الو. مدام سناء اتفضلي. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايزه اكلم الدكتوره صعب. اتفضلي معاكي. ماشي اتفضلي. حبيبتي لو سمحتي يا دكتوره، انا عندي روماتويد وحاجه في الجلد كده اسمها اكسيوديرما. سكليرودرما؟ اي. ما عندك الاثنين؟ اي. طب حبيبتي عضلاتك ما نزلتش؟ ما خسيتش؟ ايوه خسيت قوي قوي. يبقى انت عندك ما عندكيش روماتويد سكليروديرما، انت عندك مرض اسمه ميكسد كونكتيف تيشو ديزيز، اللي هو المرض احنا اتكلمنا عليه لميه في الحلقه، اللي هو بياخد من كل فيلم اغنيه. فانت كده عندك روماتويد سكليروديرما مايسايتس او درماتومايسايتس، تحلل العضلات. بس عايز اقول لك حاجه مدام سناء، مش معنى انك عندك الثلاثه ان المرض جامد، لا. بفضل الله هتاخدي انت كده من كل واحد حاجه صغيره خالص، فعمره ما يجيلك مضاعفات الامراض. تاخد ايه بقى؟ اتفضل يا سي اخت. مش موجوده مدام سناء؟ ايوه. قولي يا حبيبتي كملي نسا معاكي. بقول لك بقى شكلي اتغير خالص وخسيت، بقيت عباره عن هيكل عظم. ايوه يا دكتور. عايزك لحضرتك. تعالي. طب ماشي، ما انا اتصلت على العياده وكل شويه اقول لها في حاجه، اول خمسه. طب اقول لك حاجه حبيبتي، انت عملت تحاليلك؟ ايوه عملت تحليل للروماتايد. طب ممكن املي لك تحاليل دلوقتي تعمليها لي وتجيني على طول باذن طب الله؟ ماشي، بس انا معيش دلوقتي ورقه وقلم اكتب. طب دقيقه واحده. طب بصي يا مدام سناء، حضرتك بعد ما نخلص الحلقه ان شاء الله على طول اتصلي دكتوره سمر تسيب لك التحاليل المطلوبه منك مع ندى، هتمليها لك وتعمليها. نعم. على نفس الرقم اللي انا بتصل على نفس الرقم ده. اسالي بس على ندى بعد الحلقه ان شاء الله. طيب بتقول مامتها عملت اشعه على رجليها وظهرت شوكه عظميه وعندها نقرس واملاح وبتعيط من رجليها على طول.
كعبها يعني. صح؟ النقرس كام؟ لا مفيش تفاصيل، هي كده بس. طيب. هو عشان يكتبوا التفاصيل كاملة مش هنعرف نرد على كل الأسئلة دي. عايزة ايه انت بقى دلوقتي؟ مش فاهمك. قولي عشان قربنا نخلص. مش قوي كده يعني، هقول ماشي بس عشان يعني قولي لك والله مش متأخرة بس مش قوي كده. صعب عليك انت ان احنا نختم الحلقة كده. لا والله لا عادي، بس الفكرة اقول ايه؟ هي يعني مكعبها بيوجعها، عندها عملت اشعة وعندها املاح. طيب هي هتاخد دواء الاملاح اللي هو الفوار مرتين، دي حاجه. الحاجه الثانيه هتشرب اللي هو ليمون. الليمون يا جماعه من اكتر الحاجات اللي بتشيل النقرس المترسب في المفاصل. طب الليمون وايه ثاني؟ الكرفس والبقدونس. طب والناس اللي معدتهم وجعاهم؟ اللي معدتهم وجعاهم ياخدوا كرفس وبقدونس من غير الليمون. من غير الليمون، بصي يعصروا شويه ليمون، كرفس وبقدونس مع شويه ليمون، او ياخدوا الليمون بالعسل. ده ما يوجعش المعده. تمام. وتعمل كمادات سخن. احنا مع الاسف وقتنا خلص، انا بعتذر ان احنا ما قدرناش نجاوب بقيه الاسئله. ان شاء الله نكملها الحلقه الجايه باذن الله. نورتيني يا دكتوره. يا حبيبتي. بشكركم مشاهدينا واشوفكم بكره على خير ان شاء الله. يكون معنا فضيله الشيخ سالم عبد الجليل. اشوف حضراتكم بالف خير. سلام عليكم. كلام من القلب، كلام ما شبه طبطبه، شبه القعد على المصطبه وقت المغرب.